في الاصل كان المهرجان كيدار كل سنه في اخر في اخر في اخر الشهر ديال اوت هو فاش كيدار. جانا في ثلاثه د المواسم هذه ما دارش، جوج د المواسم كيجي في انتخابات تشريعيه وجا في انتخابات الجماعيه. ثالث مره جا في رمضان وسط رمضان. ارتأينا هاد السنه درنا مجهودات جباره يعني بتنسيق مع الجماعه القرويه ديال عورير، الجماعه القرويه ديال تغازوت، والفعاليات المحليه اللي كاينين في عورير وتمرغت، بدعم كبير نقولها بدعم كبير من شركه اكوا، المجلس الاقليمي، جهه سوس ماسا، اتلانتيك بارك، عورير باي عفوا، واحد العدد ديال المستثمرين المحليين اللي بكل صراحه تعاونوا معنا باش نجحوا هذه الدوره. كما تشوفوا الان احنا في ساحه ديال طبوريده اللي كتعطي واحد الرونق، واحد الفعاليه، وكتدخل في واحد التراث المحلي اللي بها كننجحوا هذا المهرجان. الموسم ديالي مورا او المكاري موران كينقسم الى ثلاثه ديال المسائل، كاين الساحه ديال طبوريده، الساحه ديال الموسم، والساحه ديال المهرجان. الان حاليا نحن في الساحه ديال المهرجان، بعد قليل ان شاء الله سننتقل الى الساحه ديال المهرجان اللي فيها فرق فنيه كالحسينه مراكشي، احمد تفراوت، قنوه تمراغ، ثم مجموعه ديال تغازوت اللي غادي تعطي واحد الجماليه، واحد الرونق. هذا الموسم هذا كيدار سنويا وفيه واحد الشق تاريخي، واحد الشق اجتماعي، واحد الشق تراثي. فيما يتعلق بالشق التاريخي، هاد اليوم كل سنه كيكون احتفال بطرد البرتغاليين من القلعه ديال موران، لان كتعرفوا ان هذه المنطقه احتلتها يعني الدوله البرتغاليه او الاستعمار البرتغالي من بعد مجهود جبار، وفيما يتعلق يعني المجهودات للدفاع عن المنطقه، هذا احتفال بخروج الاستعمار البرتغالي من المنطقه. فيما يتعلق فيما هو اجتماعي، كتعرفوا ان الموسم ديال موران راه ماشي غير ديال موران، كيشكل واحد الجماعه ديال واحد ثلاثه الجماعات، يعني الجماعه ديال تغازوت، الجماعه ديال اورير، والجماعات المجاوره يعني اقصري، الناس اقصري، موزار، التمري، كلهم كيجيو كيحتفلوا معنا في هذا المهرجان هذا. وكانت واحد التقليد سنوي انه جميع يعني المناطق والقبائل المجاوره كيجيو كيحتفلوا معنا هنا في إموران، وكنتمنى انه ان شاء الله المسائل كلها تدوز في نشاط، في مرح، ونقولوا واحد القضيه انه الناس اللي كيجيو عندنا لموران كنقول لهم مرحبا بكم عندنا في موران. ونتمنوا ان شاء الله هذه احياء يعني في الدوره السابعه، هو احياء للدورات السابقه، وكنتمنوا ان شاء الله في الدوره القبيله انه الدوره الثامنه تكون احسن دوره، ونتمنوا انه غادي نخدموا عليها من الان باش تكون دوره ناجعه ان شاء الله.